نرحب اليوم في استوديو من القاهرة بسيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وهو أيضا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. مساء النور، كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير، أهلا وسهلا. طيب هنعود في أولا كده بالذاكرة إلى الوراء والفترة اللي سبقت ثورة 30 يونيو اللي عانى فيها الشعب لمدة عام. من وجهة نظرك أكبر معاناة عاشها الشعب كانت تتمثل في ايه خلال هذا العام؟ الاول كل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله بخير. 10 سنوات مضت فعلا، يعني يمكن تحققت فيها الكثير من الانجازات التي يمكن خارطه المستقبل كلها اللي طرحت في 3/7، يعني الحمد لله ان شاء الله يعني كلها اكتملت والحمد لله بفضل الله. احنا الحمد لله خطينا خطوات اوسع وارحب منها في اتجاه التنميه المستدامه 2030، يعني اضافه الى ما هو مطروح في خارطه المستقبل. طبعا يمكن ابرز تحدي واجه الدولة المصرية وعجل بقيام ثورة 30 يونيو هي حالة عدم الاستقرار اللي كان بيعيشها الشعب المصري، واستدراكه او استشعاره ان الدولة بتنسحب من بين ايديه. مفيش دولة، خلاص مفهوم الدولة كان غايب عن الفئة دي اللي بتحكم، كان غايب مفهوم الدولة. الدولة قدرها كبير، يمكن السيد الرئيس اخد منه كلمة كده كان قال احنا بقى يعني احنا ليا 50 سنة بتعلم يعني ايه دولة. يعني الموضوع مش سهل ان انا ادير دولة او ان انا اتكلم على دولة او رجل دولة في حد ذاته، اعداده وصياغته بتمر بمراحل كتيرة، واشرف ان يمكن طرف في هذه المرحلة، يعني رجل الدولة في حد ذاته ليه متطلبات وليه حسابات وليه برامج تأهيل وليه اعداد وليه شخصية وليه دراسة وليه ادراك وليه حجم المعلومات بيكون عارفها وليه سياق وبيبقى خبير في مجالات معينة. ده رجل الدولة. مفهوم الدولة اللي غايب عن هذه العناصر ما خلاهمش يديروا شؤون البلاد بالطريقة التي تكفل، او دولة بحجم مصر ما يعرفوش ما قدروش فعلا يعني يتعايشوا او يتماشوا معاها. حجم كبير جدا، كبير قوي الكرسي على هذه العناصر، فبالتالي برز وكان ظاهر حتة الايه العوار اللي ظهر في ايه في الاداء، فبالتالي انعكس ده بشكله على الدولة المصرية في كل المناحي. شفنا طبعا طوابير، انا مش هعدل لان الكلام ده كان رؤيه العين وكلنا عشناه، ما كانش من كتير، ده كان من مسافه قريبه وكل الشعب المصري ادرك هذا الكلام واستشعره عن قرب وبادراك تام. حته عدم الاستقرار بقى ان انا مش قادر مروع وخايف انزل وخايف اطلع وخايف اعيش وخايف اشتري وخايف ابيع وخايف اتاجر وخايف اخش في مجال وخايف، الخوف ده في حد ذاته والترويع ده اصعب شيء مر بيه الدوله المصريه، يمكن من اسوأ سنوات الحكمة في الدولة المصرية هي هذا العام، لان فعلا كان مصر يمكن من اسوأ، انا بقول من اسوأ فعلا واحط وابصم بالعشرة زي ما بيقولوا، ان دي من اسوأ سنوات الحكم اللي مرت على حياتي انا شخصيا وانا كمواطن من الشعب المصري. بقول لحضرتك يمكن ده على السواد الاعظم من الشعب المصري. الا قلة كانت مستفيدة بطبيعة الحال، لان حالة عدم الاستقرار في حد ذاتها هي بيرتعوا فيها. يعني لما شفت حضرتك اثناء المظاهرات واثناء في ناس كانت يعني بتتكسب من وراء هذا الموضوع، يمكن كانت كده بتشعل فتيل الازمات المستمر في هذا السياق وهذا الصدد. لكن هخرج بقى لحته عدم الاستقرار وما استتبعها من اجراءات كانت ظاهره وواضحه وجليه، يمكن انتابت الشعب المصري. فكره الاعلان الدستوري اللي اطرح، فكره ان انا اشوف في حد ذاتي انا كمواطن مصري قتله السادات في احتفال اكتوبر، احتفال اكتوبر يعني ده في حد ذاته دلالات وشواهد تؤكد مدى الضيق اللي كان بيستشعره المواطن المصري من وجود هذه العناصر في الحكم. فبالتالي كان المنظر مش فكره الحوار الوطني اللي نادى بيه السيد الرئيس بان فتره وجوده كوزير للدفاع، وطرح كل القوى السياسيه واجتمعت ووافقت، وتيجي مؤسسه الرئاسه في اخر لحظه تعتذر وتلغي وترفض انها تبتسل لهذا الموضوع وتقول ده ما ينفعش وترفضه في حد ذاته. الرفض ده في حد ذاته ده معناه ايه؟ انا مش عايز اقعد. طب عدم قبولهم للاسبوع الانذار ثم ونمهلكم 48 ساعه، انا فاكر الصوت بيتردد في اذني حتى الان، صوت العميد ياسر وهبة لما ذكر هذا الكلام في البيان. يعني اذا اديتك فرصه ثانيه انا من نوفمبر 2012 انا بطرح عليك فكره الحوار الوطني عشان تقدر طب ده كان كل شهر تقريبا على مدار الشهر يعني مره او اتنين بيتقدم تقرير استراتيجي، تقرير موقف استراتيجي للدوله، ايه حجم التحديات الداخليه، ايه حجم المخاطر المستقبليه اللي ممكن تصل للدوله، ورؤيه القوات المسلحه ورؤيتنا لمجابهه هذه التحديات ايه كدوله، راينا ايه في هذا الموضوع، احنا كمتخصصين ومعنيين، احنا ما بنشتغلش سياسه لكن احنا بنفهم سياسه وبنعرف احنا بندير هذا الموضوع بعقليتنا، لان عندنا
قدره على تقدير الموقف، فكره تقدير الموقف حد ذاتها، يعني بخرج بتوصيات، بشوف السلبيات بشوف الايجابيات، الامكانيات المعوقات اللي بتقابلني، وازاي اطوع الامكانيات لتتغلب على التحديات اللي بتقابلني عشان اطلع في النهايه بالهدف اللي انا رصده. دي بناء استراتيجيه، ده شغل لازم أن اكون تكون رجل متخصص في هذا المجال، او رجل دوله بمفهومه عشان تقدر تقول هذا الكلام وتعمله. ده كان غايب عن هذه العناصر، غايب تماما، ما يدركوش هذه الاليه وهذا الفكر. فبالتالي كانت تديني المرحله الخطيره او السؤال الخطير اللي حضرتك بتقولي ايه اصعب مراحل ادت الى 30/6. انا ده السلسله قلتها لك كده في عناصر اللي لها اجراءات تبعتها، يعني تبعتها طبعا ازمات في كل شيء، ازمات في كل شيء. ال 100 يوم اللي كان فيه خمس عناصر لازم نخلص منهم ما تعملش فيهم حاجه خالص، يعني ده كله مع بعض اهو، كل هذه العناصر اللي بتاكد على ان عدم قدره هذه العناصر على انها تحكم دوله بحجم مصر كان ظاهر وجلي وادعى الى قيام 30/6. فشل في الإدارة كان واضح في يمكن كافة مناحي الحياة، لكن الجزئية الخاصة بالخوف وعدم الاستقرار دي أهم شيء بالضبط، وإنه الشعب كان طروية بالضبط، إنه الفترة القادمة إذا استمر هذا النوع من الحكم هيبقى فيه نفق مظلم، وربما كان جموع المواطنين مش شايفين نهاية للي احنا كنا مستمرين فيه. لكن ايه المسارات اللي كانت بتراهن عليها جماعة الاخوان بالرغم من اولا التقارير الاستراتيجية اللي حضرتك تفضلت واشرت اليها والشواهد، لانه قبل 30 يونيو ونفتكر مع بعض كان يوم 28 كان في برضو نزول جموع الشعب، كان في بؤر توتر في محيط الاتحاد قصر الاتحادية وفي اماكن اخرى وامام مقر الحزب حزب الاخوان في التجمع الخامس. شوف حضرتك، اولا في دعم خارجي من قبل قوى اقليميه ودوليه، ده المسار اللي كان بيتراهن عليه عن هذه العناصر استقرار بالخارج. في عناصر بتدعمها وتمولها وتجهزها وبتعدها وتخطط لها كمان في بعض الاحيان عشان تقدر تحقق الغرض، لان من خلال انهيار مصر في حد ذاته او سقوط مصر ده بيحقق اهداف ومصالح قوى كبرى وعظمى اقليميه في المنطقه كبيره جدا. وده يمكن اللي بيراهنوا عليه، انا في زعامه اقليميه في المنطقه، مصر عنصر فاعل فيها ومؤثر، فلازم تقع عشان اقدر اطلع انا، يعني كانت الدول دي بتراهن على كده. دي جزء ده على المستوى الدولي، مصر داعم للمنطقه العربيه وهي فرس الرهان في المنطقه العربيه. لو انت قدرت تكسر مصر فبالتبعيه المنطقه العربيه بالكامل هتقع في ايه؟ في تحت ايديك، بمعنى صح بانك انت كسرت الدوله الرائد، الدوله الام، الدوله الحاضنه للسياسات. مصر قبلها قرار سياسي حر طول عمرها ولها ثوابت في سلسلتها الخارجيه، فان انا اكسرها او اوقعها او امكن ناس منها غير مدركه يبقى انا اللي هقود، انا اللي هسوق، طالما انا سوقت مصر لا خلاص يبقى سوقت العالم كله. على الاقل على الاقل العالم المحيط بيا، دول الجوار المحيطه بيا. ده الدعم الخارجي. قله الوعي لدى بعض العناصر مع تغييب الاعلام والسيطره عليه، ده جزء جدا كان احد المسارات اللي راهنت عليها عناصر الاخوان عشان تقدر تتسلق على السلطه وتعتليها وتحقق غرضها الخبيث فيها. قله الوعي، انا مش عارف الحقيقه فين، فتايه فمش مدرك، فاللي شايفه قدامه هو الصح لان ما عنديش بديل، فطالما ما عنديش بديل هشتغل على زي الكلام. قله المعلومات، ما فيش معلومات بتطرح، وفي شك باستمرار، وفي يعني تشويه للرموز باستمرار في اطار الجيل الرابع من الحروب. يعني انا بفعل هذه الاليه غزو فكر وثقافه ممنهجه من قبل القوى اقليميه ودوليه مدعوم من قبل هذه العناصر بادوات، اضافه الى الترويع الممنهج، وجود جيش موازي. انا كنت جاهز ميليشيات مسلحه داخل الدوله، ما ده في حد ذاته مسارات كانت بتعتمد على الاخوان. وجود الارهاب في سيناء في حد ذاته يمكن ده كان ده الاسلحه اللي يمكن زي ما كما قيل ان هم رهنوا عليه وقالوا ان احنا جاهزين، الفرح لو جبل المعازيم هيجوا من سيناء. شفت حضرتك الكلمات اللي كانت بتتناثر في هذا المجال وبيطرح بيها وبتقال للقيادات السياسيه والقيادات العسكريه في مصر عشان تحاول تجتزئ او تحاول تحقق اهداف من خلال هذا الطرح وهذا الموضوع. قله الوعي والادراك ده كان مهم جدا في هذا السياق. هذه العناصر، هذه المسارات في اطار عدم الشفافيه، في اطار يعني تشويه الرموز، في اطار التشكيك باستمرار في السابق واللاحق، وما فيش غيرنا احنا بس اللي نقدر ندير او نقدر نحكم، وبالتالي يا تحكمونا يا تقتلونا على زي ما السيد الرئيس قال، يعني هم ده كان فكرهم، يعني نحكمكم يا نقتلكم، حاجه من الاثنين. طب ايه انتوا عايزين ايه؟ طب النتيجة لا، دي المسارات اللي رهنوا عليها والحمد لله كلها بقت بالفشل، وفشلت لان كان في عقلية مصرية واعدة ومتفتحة مدركة تماما، وعندنا كمان قيادات واعية في القوات المسلحة كانت لا يجب
يعني يمكن الكلمه اللي بقف عندها ان احنا لن نغض بصرنا ولن يعني يجب ان نقوم بدورنا الذي كفله لنا الدستور كقوات مسلحه. نداء الشعب كان بيقول ايه؟ وانا هقولها بعد اذن حضرتك باللغه العاميه، يعني زي ما قيلت في النداءات، انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي. دي الهتافات اللي كان بينادي بها المواطن. لا، السيسي في هذا، الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت كان قائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. اذا بيطلب الجيش ان هو ينزل عشان يحميه، يبقى نازل ليه؟ لخدمه عامه، يمكن حتى كما ذكر البيان، لخدمه عامه ولحمايه الدولة. اللي نزلوا ده القوات المسلحه لما نزلت، الدولة وحمايه اللي نزلوا، حمايه الناس اللي نزلت عشان تأدي او تقول رغبتها وتقول مطالبها. فهي استدعاني، الشعب استدعاني كقوات مسلحه، فنزلت بناء على استدعاء الجيش، استدعاء الشعب ليا، وده في اطار دور اللي كفله لي الدستور. انا معني بذلك انا المسؤول الرئيسي عن حمايه الامن القومي المصري، انا المسؤول الرئيسي كما كفله الدستور الذي استفتي عليه في يناير 2014 من قبل المجتمع المصري. يمكن يعني تعدي اللي حصل بعض التعديلات اللي اتقالت في 13 في يونيو، قالت في 3 يوليو من ضمن خارطه المستقبل ان العناصر اطياف المجتمع بالكامل تخش من خلال المحكمه الدستوريه العليا ويعملوا لجنه نقول ايه لاعاده صياغه بعض المواد في الدستور، وبالتالي يكون النتيجه ان انا صيغت دستور جديد اللي بناء عليه اعمل قوانين الانتخابات واعمل 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 النتيجه النهائيه. استحقاقات 3/7 يمكن بعد انتخابات رئاسيه مبكره، انتخابات مجلس نواب، صياغه الدستور بعد بالمتغيرات اللي حصلت، يمكن ده حصل خلال فتره وجيزه يعني اقل من 6 اشهر، كانت فعلا استفدنا على الموضوع ده. في خلال سنه كنا عملنا انتخابات رئاسيه مبكره بالفعل، خلاص على التاسع يعني عملنا، حطينا النقاط على الحروف فيما يتعلق الجزء اللي استحقق التاسع كان تمكين الشباب، وشفناه جليا في هذا السياق لما شفنا يعني النهارده الحمد لله تعيين نواب محافظين ونواب وزراء، وشفنا حضرتك نسبه المراه موجوده قد ايه في كل المجال، يعني العناصر اللي هي غير ذوي الاحتياجات الخاصه بالاضافه لذلك، اعوام صيغه لهذا الموضوع، عام للمراه، عام للطفل، عام للشباب، عام لذوي الاحتياجات الخاصه، كل هذا الكلام يديني ويدلل على ان خارطه المستقبل بالكامل تم تحقيقها الحمد لله، وفي اطار ال 17 بند بتوع خطه التنميه المستدامه في اطار رؤيه مصر 2030 المرتبطه بالرؤيه الامميه، الحمد لله انا شغال في هذا السياق وعندي ثوابت اللي هو الدستور اللي تم الاستفتاء عليه، حطيت لي الدستور في البدايه وما اقسم عليه المسؤول بينفذه، اذا وصلت للجمهوريه الجديده او في طريقي الى الجمهوريه الجديده في اطار من الثوابت والاسس والمبادئ اللي انا حطيتها وصيغتها كشعب وارتضيتها كشعب ونفذتها كدولة كحكومة، لان اي احد استحقاق الرابع كان ايه؟ حكومة وطنية من ضمن الشعب المصري هي اللي تدير وتشتغل، وكان يمكن هذا ممثل فيها الشعب يعني بالكامل، واشتغلت الحكومة الوطنية دي اللي هي تم اختيارها وتم انتخابها وكانت بالفعل او تم تعيينها يعني اسف، وكانت النتيجة بتاعتها الحمد لله ان احنا ماشيين في دولة في استقرار داخلي، في على المستوى الداخلي السياسه الداخليه في استقرار الحمد لله خارجي من خلال يمكن دبلوماسيه الرئاسه، دبلوماسيه دبلوماسيه وزاره الخارجيه، دبلوماسيه المعلومات اللي هي بتاعت الامن القومي، يعني عناصر الامن القومي وزياراتهم، يعني السيد اللواء عباس كامل وخروجه وزياراته النيابه عن السيد الرئيس وتجواله في اطار تبادل المعلومات وقيام بادوار دبلوماسيه، إضافة إلى الوزير سامح شكري طبعا في إطار دوره المنوط والمنوط به، إضافة إلى دبلوماسية الرئاسة في إطار الزيارات الخارجية اللي بيأديها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا هنا منظومة متكاملة في إطار السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. طب الاقتصاد أعزز بقى في مجال النقل، في مجال الاقتصاد، في مجال اللي هي البنية التحتية فيما يتعلق به، بيئة استثمارية جاهزة، بنية تحتية جاهزة عشان أقدر أجذب استثمارات، وجذب الاستثمارات ده بيعلي بقى من القيم اللي عندي، معدلات الدخل القومي، الناتج الاجمالي المحلي، التصنيف الائتماني، الدخل القومي، معدلات البطاله اللي بتنخفض، كل هذا الكلام مرتبط باستثمارات وايجاد فرص عمل، الموضوع مش من فراغ. طب ادي الاقتصاد الاجتماعي بقى والمبادرات اللي يمكن السيد الرئيس قالها وكانت الحكمه، انا ما عنديش فلوس، لان فعلا يعني في 2016 بالظبط تحديدا لما خدت قرض صندوق النقد الدولي 12.5 مليار كان الناتج الاجمالي المحلي 622 مليار جنيه، المطالب بتاعتي كانت اجماليها 692، كان عندي 70 مليار عجز، ولسه ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، ما عملتش اي حاجه في اي حاجه،
يعني عندي عجز ولسه هقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلازم اخد قرض عشان اعرف اشغل نفسي والبس باللغه العاميه بقى البس بال ده، ما انا كان لازم اعمل كده واشتغل باخد المبادرات، اخد المبادرات مبادرات مبادرات. عملت مبادرات حمائيه في برامج في المجال الاجتماعي، وعملت مبادرات في مجال الصحه والمختلفه زي 100 مليون صحه وما شابه، عملت كتير جدا في هذا المجال. النتيجه الحمد لله بحقق الاستحقاقات بتاع خارطه المستقبل ورؤيه 2030، ده في المجال الاقتصادي، مجال اجتماعي، مجال سياسي، مجال امني وعسكري. الامن الحمد لله استقرار امني كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. ضيف على ذلك المجال العسكري، انا قضيت على الارهاب بفلسفه واستراتيجيه الحمد لله كانت ناجزه وناجحه، ويمكن اصبحت يعني وثيقه رسميه معتمده في الامم المتحده من جهه، ومن جهه تانية اصبحت يعني يمكن بتستغل او بيستفاد منها التجربه المصريه في هذا السياق، بتتاخد عشان يعني تجرب في دول تانية لانها نجحت بالفعل في القضاء على جزء كبير جدا من الارهاب. يعني يمكن ده ملموس وظاهر وبادي في كل التحركات بتاعتنا، بدليل ان انا بشتغل في المناطق اللي كانت موسومه بالارهاب بايجابيه شديده جدا. شفت امبارح كان في التزامات الحمد لله اجريت في سيناء، مسابقات، حفلات غنائيه، صيام في رمضان، يعني مجموعه من الاجراءات اللي تمت في خلال الفتره اللي فاتت التي تؤكد تدلل على عوده الحياه طبيعتها في سيناء بالكامل، وده دليل على ان انا قضيت على الارهاب. مش هيبقى في ارهاب وفي حفلات او في احتفاليه او في ايا كان الشكل العام اللي بيؤدي الى هذا الموضوع، فبالتالي ده دلاله على ان انا قضيت على شخفه الارهاب في نجاح. المنظومه دي كلها اللي اديتها من 3/7 2013 وحتى الآن أعتقد العشر سنوات دي أجابت عليهم المرحلة، النتائج اللي ظاهرة، فكرة حجم الطرق، فكرة المونريل، فكرة النقل في حد ذاته، وعملت 2000 كيلومتر قطار سريع، 2000 كيلومتر في الدولة المصرية، إضافة إلى حوالي 7000 كيلومتر طرق جديدة، يعني كل كان عندي كان 6 بقى يعني قربت على 13 ما بين إنشاء جديد وبين رفع كفاءة. ده في مجال واحد، سينا لوحدها بس فيها 2250 كيلومتر طرق جداد للربط في حد ذاته، ده دلاله على ان انا شغال برضه في هذا الاتجاه. يعني عايز اقول حوالي 2.2 مليون فدان زياده على الرقعه الزراعيه، اضافه الى ال 100,000 صوبه زراعيه، 100,000 فدان صوب زراعيه. اللي ساعد برضه في النهضه انه انتهى الارهاب وانتهى، ما انا قويت، ما انا بقول لحضرتك الدلاله ايه، انا مش من وقفت الارهاب، وقفت العناصر اللي كانت بتعوق التنميه، النتائج بتاعتي هي اللي بتطرحها. انت بقى عامل نفسك مش واخد بالك، دي بتاعتك انت مش بتاعت انا. انا كدوله اديت اللي عليا، انا اديت اللي عليا كدوله وحكومه، ولسه لازلت مصر على ان انا اكمل مرحلتي واكمل مسيرتي، لان انا فعلا شغال باتجاه العموم، العمليه متوازيه. انا ما عنديش امكانيه ان انا اشتغل فراضه، ده اتسلم بعد وده مجال مش هينفع، فكل لازم كل العمل في كل المجالات بطريقه متوازيه في طريق في اطار مبادرات. النتيجه ايه؟ لا الحمد لله كان عندي مليون و200 مليون و200 حاله، 200,000 حاله انتظار، الحمد لله قائم انتظار، قائم انتظار بتاعت العمليات الحمد لله كلها انتهت. يعني الحمد لله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه نصر العسكريه، وهو ايضا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. كل عام وحضرتك طيب. الساعه والسلامه يا فندم، اهلا وسهلا.